السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا كوثر، وهذا إن شاء الله يكون أول فيديو في القناة وأول فيديو من سلسلة المبتدئين في اللغة الإنجليزية. يلا نبدأ. إذا أول درس اخترت أنه يكون The English Alphabet، يعني الحروف الهجائية الإنجليزية، وقيلة مهم الحروف الإنجليزية، الأحرف الإنجليزية، مش حاجة خير. The English Alphabet. أول حاجة غنعرفو في هذا الدرس هذا هو الفرق ما بين letter أو لا letters و alphabet. إذا بزاف ناس كعملو كي زعما كي خربقوا بيناتهم، هما مش نفس الحاجة، وخا كاين اللي كيقول أن الناس هي ماشي نفس الحاجة، ولا ما شاء الله غنبداو بأننا نعرفو كل ترم فيهم. إذا نبداو ب letter أو لا letters. letter هي كل وحدة من هادو اللي كتشوف، مثلا هادي بي، بي راها letter لذاته، يعني كل حرف، letter هو حرف، كل حرف لذاته كيتسمى letter. إذا مثلا جبنا هاد ثلاثة ديال هاد الحروف هادي بي سي ودي، غيتسماو letters بس في الآخر letters. إذا هادي letter وهاد عفوا هادي letter وهادي letter وهادي letter، والجمع ديالهم letters. أما بالنسبة للألفابيت فهي هاد المجموعة كاملة من ال A اللي هو أول letter حتى ال Z اللي هي آخر letter. إذا قلنا ألفابيت هاد المجموعة كاملة من ال A حتى ال Z بالترتيب، ضروري يكون ترتيب، وإلا يتحسبوا letters وصار. إذا ما كانش هاد الترتيب هذا راه كتحسبوا letters، إذا كان كتحسبوا alphabet. دابا إن شاء الله غنبداو نعرفوا كل حرف كيفاش كيتنطق، وعلاش هاد علاش كاين الحروف المكتوبين بالأسود وكاين الحروف المكتوبين بالأصفر، هادشي كامل نعرفوه من بعد. نبداو بالنطق. هادي A A A B B C C D D E E ماشي E ولكن E. هذه E. F F G G G ماشي J ماشي G بل G. H H I I ماشي E E هي هادي I J J هادي G هادي J K K L L M M N N O ماشي O بل O O P ماشي P بحال الفرنسية بل P Q Q Q R R ماشي R بحال الفرنسية بل R S نفس الحاجة S هادي T T U U ماشي U بل U V V W W X X Y Y Y Z Z هادي
ممكن تنطق، ممكن يعني تسمى بجوج أسماء، يا إما زي يا إما زاد، على حسب المنطقة اللي، على حسب واش يعني من بلاد سينا، واش أمريكا ولا أستراليا ولا كندا ولا بريطانيا، كل بلاد كيفاش كتنطقها، يا إما زي يا إما زاد. يعني إذا سمعتها في شي بلاصة أخرى بشي طريقة، يعني مثلا أنا قلت لك زي وأنت سمعتيها زاد، راه حتى هي صحيحة، وإذا أنا قلت لك زاد وأنت مشيتي سمعتي زي، راه حتى هي صحيحة. إذا نعاودو، أي دابا أنا نقول وأنتينا تتينا قول معايا، أي بي سي دي، هادي اي اف جي جي اتش اتش اي اي جي جي كي كي ال ال ام ام ان ان O O P P هادي Q Q Q R R S S T T U U V هادي V وهادي B خا V V W W W X X Y Y Z Z. إلى دابا غنتقلوا لواحد الحاجة أخرى، اللي هي علاش كنا كنشوفوا شي الحروف كبارين، كاينين شي الحروف نقدروا نقولوا صغارين، مثلا هذه أي وهذه أي، غير من أن هذه مكتوبة أكبر من هذه. إذا في اللغة الإنجليزية الأمر مختلف عن العربية، كل حرف عنده طريقة الكتابة دياله، يعني عنده جوج طرق ديال الكتابة، يعني طريقة كبيرة وطريقة صغيرة. غنعرفوها الطريقة كبيرة شنو كتسمى والطريقة صغيرة شنو كتسمى. إذا هاد الحروف اللي كيكونوا مكتوبين بالكبارين، يعني بطريقة كبيرة كما سميناها، كتسمى capital letters. capital letters capital letters. هنا قلنا letters يعني الحروف، وcapital عندنا جوج معاني، كتعني عاصمة، في نفس الوقت كتعني كبير، يعني capital letters. هنا في هذا المعنى هذا جات يعني حرف كبير. وعندنا أيضا الحروف اللي سميناهم صغارين، اللي هما lowercase letters. lowercase letters هادي عاوتاني إذا سمعتوا شي واحد كيقول lowercase تهي صحيحة، على حسب واش كي واش على حسب يعني واش الإنجليزية البريطانية ولا الإنجليزية الأمريكية. إذا lowercase letters أو lowercase letters بجيبهم صحيح. دونك هنا قلنا capital letters اللي هما هادو، lowercase letters اللي هما هادو. يعني نفس الحاجة بالنسبة للفرنسية، عندنا ماجيسكول مينيسكول، ماجيسكول capital letters، مينيسكول lowercase letters. ودابا كيف ما شفنا هنايا ديك الحروف اللي كانوا عندنا، كانوا عندنا كاين احرف اللي مكتوبين بالاصفر، وكاين احرف اللي مكتوبين بالاسود. اذا بالنسبه للاحرف اللي مكتوبين بالاصفر عندنا خمسه، اللي هو نعاودو نقراهم،
اي 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 او يو اي 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 او يو إذن عندنا خمسة هادو في الإنجليزية كيتسموا vowels 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 a e i o u كيتسموا vowels. اللي باقي من الحروف اللي كانوا مكتوبين بالأسود كيتسموا consonants consonants. طبعا هنا كتشوفوا في الأخير s و s هذه ديال الجمع. فإذا كنت كصدر مثلا غير على O فهتقول vowel بلا S. إذا كنت كصدر غير على B هتقول consonant بلا S. بالنسبة للvowels فنقدر نقول لك أنه تقريبا نفس الحاجة بالنسبة للعربية ملي كنقولوا حروف العلة، خا غير هادو vowels ماشي حروف العلة، وهادو consonants. ما عرفتي صراحة واش كاينين المقابل ديالهم في اللغة العربية. إذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم، كنتمنى نكون عرفت نوصل الفكرة وتكونوا فهمتوا. إذا كانت عندكم شي حاجات ولا شي دروس بغيتوني ننزل عليهم فيديوهات كتبوهم في التعليق وإن شاء الله غادي نعملهم. وصافي نتلاقاو إن شاء الله في فيديو مقبل. السلام عليكم.